الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم سنخصصها للحديث عن مسطرة التطليق لعدم الإنفاق. فكما هو معلوم مشاهدي الكرام أنه بمجرد عقد الزواج أو بمجرد إقامة مراسيم العرس وحفلة الوليمة وبناء الزوج بزوجته، فإن الزوجة تستحق كامل نفقتها على زوجها، يعني أنه خص إنفاقها. الأصل في النفقة مشاهدي الكرام وأنه خص يكون عن طواعية واختيار، أولا التزاما بشرع الله سبحانه وتعالى وتنفيذا للملتزمات والمقتضيات القانونية. فكما كان علموا أن هذه النفقة هذه فيها أجر، فيها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وحتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث، واعتبرها بمثابة الأجر والتواب والصدقة، وقال فيه حتى اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته كناية على الإنفاق بأن له فيها أجر وتواب، وأن الإنسان إذا أنفق درهما في سبيل الله ودرهما على اليتام ودرهما على أبنائه أو على أهله فأفضلها هو الذي ينفقه على أهله وعلى أبنائه. لماذا؟ لأن هذه الأمور هذه تدخل من الواجبات الواجبة الأساسية على الزوج بطبيعة الحال حسب يسره وحسب استطاعته وحسب قدرته، لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. لكن أحيانا قد تحصل بعض الظروف والطوارئ بالنسبة لهذا الزوج، سواء ظروف وطوارئ مادية مزمنة ومبقاش كيقدر أنه يوفي بهذه الالتزامات دياله المادية والواجبات ديال الإنفاق في حق زوجته أو حق أبنائه. هذا الأمر بطبيعة الحال هو موكول لمدى طيب خاطر الزوجة ومدى تفاهم ما فيما بينهما، من أجل أنهم ما يلجؤوش للقضاء باش يطالبوا بهذا الحق هذا، باش أن الزوجة تكون رحيمة بزوجها وأن تتفهم هذه الظروف. لكن أحيانا يحصل التعنت ويحصل عدم الرغبة في الإساءة لهذه الزوجة والإضرار بها وعدم الإنفاق عنها عليها وتبذير المال ربما في أمور تافهة، أمور لا تنفع للزوج ولا الأبناء ولا الزوجة. ففي هذه الحالة بطبيعة الحال الزوجة كتكون محقة أنها أن تلجأ للقضاء من أجل المطالبة بالإنفاق عليها وعلى أبنائها في إطار الضوابط الشرعية والضوابط القانونية. فالمحكمة تصدر واحد الحكم قضائي يقضي بأن ينفق الزوج رغما عنه وطبقا للقانون على زوجته، وهذا الحكم يكون مشمول بالنفاذ المعجل. لماذا؟ لأنه يرتبط بالمسائل المعيشية والضرورية اللازمة من أجل استقرار النفس والاستقرار المادي والمعنوي لهذه الأسرة. فهذه المسألة هذه مهمة وضرورية، ولذلك المحكمة في هذه المسألة تكون مضطرة بأن تنذر الزوج أنه في حال ما إذا لم ينفق على زوجته داخل أجل 30 يوما فإنه يحق لها أن تلجأ إلى مسطرة التطليق لعدم الإنفاق. إذا كان عنده مال معلوم يمكن أن تحجز عليه، يمكن أن يعني تأخذ منه هذا المال بقوة القانون، أو يمكن أن تقتطع هذا الأجر من منبع أجره في حال ما إذا كان عنده وظيفة عمومية أو عنده واحد رقم مالي يمكن الرجوع إليه من أجل استخلاص هذه النفقة. لكن في حال ما إذا ما كان السيد معسر أو كان رافضا ممتنعا فقط وما بغاش ينفق على هذه السيدة هذه، فهي تكون محقة في اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافها ومن أجل تطليق نفسها لعدم الإنفاق. هذا الأمر يبتدئ بمجموعة من الإجراءات المسطرية اللي حددتها مدونة الأسرة. هذه الإجراءات المسطرية تبدأ بتقديم مقال يرمي إلى التطليق لعدم الإنفاق، معنى أن السيد لا ينفق عليها، وعندها حجج. هذه الحجج كيف تثبتها؟ من خلال الحكم القضائي الصادر بالنفقة أو أحكام قضائية أخرى صادرة بالنفقة، ثم من خلال حصولها على واحد محضر يفيد امتناع الزوج عن إنفاق على زوجته. هذا المحضر شكون اللي كيحرو؟ كيحرو إما المفوض القضائي المكلف بمهام التنفيذ أو مأمور إجراء التنفيذ ديال كتاب الضبط المكلف أيضا بمهام إجراء التنفيذ، بعد أن يتم إنذار الزوج وإشعاره بالحكم الصادر في حقه، وبعد ذلك يعلن امتناعه.
فكيحرر هذاك محضر الامتناع. اذا هذا المقال كيكون مرفق بهذا محضر الامتناع زائد احكام الصادره السابقه بالنفقه زائد مستند الزوجيه زائد عقود الزواج بالنسبه للزوجه وللابناء والوضعيه الصحيه ديالهم والدراسيه وغير ذلك. المحكمه هنا تسجل الطلب داخل في يعني السيده المعنيه بالامر كتسجل الطلب ديالها في صندوق المحكمه، وبعد ذلك يتم احاله هذا المقال الى مكتب الاحوال الشخصيه او قضايا الاسره من اجل تسجيله في سجل هذه القضايا المعده لذلك، ثم بعد ذلك يتم توجيهه للنيابه العامه قصد ابداء ملتمساتها ومستنتجاتها فيما يتعلق بهذا الموضوع، ثم يتم اشعار الزوج بان الزوجه ديالو راه رفعت في حقه واحد الدعوى ديال التطليق، وانه اذا لم يعني يستجب لمساله الانفاق على زوجته فان المحكمه ستطلق عليه، وهذا الاجل محدد داخل 30 يوما. نفترض ان الزوج يعني لبى الطلب، فبعد ذلك في هذه الحاله يمكن للمحكمه ان تشهد على حفظ هذا الملف بحكم ان السيد استجاب لرغبة المحكمة في الإنفاق على زوجته، وتبقى العلاقة الزوجية مستمرة ومتواصلة. لكن إذا كانت السيدة مصرة على أنها تريد أن تنهي هذه العلاقة الزوجية، فيمكن لها بعد ذلك أن تحول هذه المسطرة من مسطرة التطليق لعدم الإنفاق إلى مسطرة التطليق للشقاق. إذا كان الزوج رفض أن ينفق على زوجته، ففي المحكمة هنا تكون مضطرة بإصدار واحد الحكم يقضي بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، يقضي بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين. هنا الفرق بين التطليق لعدم الإنفاق وباقي أنواع للتطليق مثل التطليق للشقاق والتطليق للغيبة وأنواع أخرى، أنه بمجرد صدور هذا الحكم ما كتنهيش العلاقة فورا، بحكم أن هذا النوع من التطليق له حكم الطلاق الرجعي. بمعنى آخر أن الزوج إذا كان قادرا على الإنفاق على زوجته حسب قول السادة المالكية يمكن أن يراجع زوجته إلى عصمته، لكن أيضا وفق الإجراءات الشكلية اللي حددتها مدونة الأسرة التي تخص كيفية ارتجاع المطلقة من طلاق رجعي إلى زوجها. إذن بعدما يتم استكمال كل هذه الإجراءات المتعلقة بالتطليق الشقاق، فالمحكمة يمكن أن تصدر داخل هذا الأمر المتعلق بتطليق الشقاق في حكمها ما يتعلق بالمستحقات الخاصة بالزوجة والمستحقات الخاصة بالأطفال، وهذه المستحقات آنذاك يمكن للزوجة أن تلجأ إلى كيفية استخلاصها وتنفيذها وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الأحكام واستخلاص هذه المصاريف وهذه المستحقات، سواء من خلال الحجز على ممتلكات المعني بالأمر أو من خلال بيع منقولته أو غير ذلك من الإجراءات المعروفة في هذا الباب. إذن هذه الإجراءات كلها كتبين بأن الغاية والأساس والقصد هو أنه السيدة بغيت تحصل على المسائل المتعلقة بنفقتها، ولكن إذا استفحلت المشاكل بينهما بسبب هذه النقطة المتعلقة بالنفقة فلا شك أنها ستؤدي إلى الانفصال وبالتالي إلى إنهاء العلاقة الزوجية، وربما قد يكون في ذلك رحمة للطرفين، لكن كتبقى دائما المسائل المتعلقة بحقوق الأطفال مستمرة وعلى ذمة الزوج رغم إنهاء هذه العلاقة الزوجية بمقتضى هذا النوع من التطليق. هذا الأمر هذا بالنسبة لعدة الزوجة فإنها تبدأ فورا بمجرد صدور هذا الحكم، بمعنى أنه التطليق لعدم الإنفاق ما كيلزمهاش هذاك الحكم، لا يلزمها أن تقوم بالإشهاد به أو إشهاد عليه أمام العدلين، كما صدر في إحدى قرارات المجلس الأعلى أن الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق لا يلزم يعني توثيقها أمام العدلين، خلافا للأذن السابقة المتعلقة بالإذن بالطلاق الرجعي أو الاتفاقي أو قبل البناء أو الخلع، فهذه تستلزم وجوبا الإشهاد عليها أمام العدلين، وبالتالي العدة كتبدأ بمجرد الإشهاد أمام العدلين. إلى هنا مشاهدي الكرام ننهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.